أطلع وزير الخارجية عبد الله الصايدي المسؤولين العمانيين على آخر تطورات الأوضاع في اليمن والدور الذي يمكن أن تطلع به سلطنة عمان في تقريب وجهات النظر في الإقليم. جاء ذلك خلال لقائه اليوم في العاصمة العمانية مسقط مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد. وكان الوزير الصايدي قد بحث مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله اليوم في مسقط العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك بغية تنسيق المواقف فيما بينهم.